ايه؟ طب ما انت حلوه ولوز اهو بتعرفي تنزلي. ليه المعامله الناشفه دي؟ حركي شفايفك عشان مش شايفك. ما تخلص يا بس انت. طب تعمل اعلان. اعلان ايه يا لوزه؟ مالك؟ الحاجه دي لو اتمسكت بيها فيها كلابوش، ده جدول. اديني ريقه حلو عشان ماليش في الحال. المره دي الدليفري عليا. المره الجايه عليك انت يا حلوه. انا جايب لك حاجه فخمه مستورده. واحد هولندي انما ايه على ابوه. بس الحاجه دي خطر. ما تاخدهاش زي البان الدكر ها؟ مش عمال على بطال. طب الوضع حلو يعني. ما تحترم نفسك يا ابليس. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي. واحترم نفسي فعلا. انا محتاج احترم نفسي. واضح ان الحاجه دي بتقلل الاحترام. اقول لك بلاها. بلاش منها خالص. ايه رايك؟ خلاص ما تعيطيش. امسكي امسكي ما تهونيش عليا. ابليس طيب. ازاي كلام الجرايد؟ رد على الحلاوه. ردي ردي. فيها حاجة حلوة. حاجة حلوة جدا. انت دخلت هنا ازاي؟ زي السكر في الشاي. تلاقيش. الباشا بعتني عشان اجيب له حاجة وانا مأمن وعارف ان مفيش حد في الفيلا. طب انت عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ عايز الأمانة. ما عرفتش. جيجي شافتني وانا باخد الخاتم بتاعها من اوضتها. ما ينفعش. ما ينفعش يا موسى. لازم تتصرفي يا حلوه. طيب طيب هتصرف. امشي انت دلوقتي. حاضر يا موسى. امشي. بس بعد كده لما تكلميني عشان اقضيلك يا ريت تكوني جاهزه. العيشه غليت ورفعوا الدعم. وحكيها في الرصيف تطلع مصاريف. وليها ورايا يا حلوه. حكيها في الرصيف تطلع مصاريف. ماشي يا أمورة؟ أنت إزاي بني آدم أنت بتتحرك في الفيلا براحتك كده؟ أنت فاكر نفسك مين؟ بالراحة عليا يا باشا. أنا مش فاكر نفسي حاجة، أنا عارف حجمي كويس، عقلة صباع في دنيا كبيرة. انما انا كنت بدور على سيادتك عشان ليه عندك عتاب صغير. عتاب؟ عتاب ايه؟ نعمه يا باشا. انت مالك انت ومال نعمه؟ اسمع يا ابني انت. ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه احسن لك. كل عيش زي ما بيقولوا. انت واخدها من بيت ناس. دي بني ادمه مش حشره يعني. ولا انتوا عشان اغنياء تدوس علينا بجزامكو؟ نعمه بنت خالتك انا اتجوزتها وطلقتها واديتها كل حقوقها. يعني الموضوع انتهى. لا ما انتهاش يا باشا. تتجوزها براحتك. تطلعها ده حقك. انما تبعت لها بلطجيه يكسروا دماغها لا. البنت مرميه في المستشفى ما فيهاش حته سليمه. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستشفى ايه؟ ايه ده يا باشا؟ ما تقلقش خالص. انا قفلت المحضر. وسيرتكم بعيده عن اي حاجه. انا قلت ان البنت وقعت من على السلم. بس الموضوع ده كلفني فوق ال 2000 جنيه. قدر تتقدر يا باشا. انت بتساومني على ايه يا ابني انت؟ مستشفى ايه انت؟ القصر العيني. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابليس؟ زي ما بقول لسيادتك كده، كان بيراقبك وبيتصنت عليكي. انت اكيد بيتهيأ لك. الشريف بيه بيحبني جدا وبيثق فيا قوي. اسمعيني سيادتك، اشتري مني انا ببيع لك الصح. بقول لك كان بيراقبك وبيتصنت عليكي. وسمع المكالمه اللي بينك وبين رامز بيه كلها. كلها؟ كلها حضرتك، كلها. طب وإيه المشكلة؟ دي كلها مكالمات شغل. خليك بس أنت في نفسك وركز في شغل. أنا آسف سيادتك، أنا آسف. آه صحيح يا إبليس، أعمل حسابك من بكرة إنك هتوصلني الشغل، لأني الصراحة بقيت أزهق من الركنة هناك أوي. تحت أمرك، تأمريني. قولي له يا خاينة اللي الشيطان وزك وفي كتبك لعقلك وسلمت له نفسك. اها
للأسف الجهنم. الله يرحمهم لازم يباتوا هنا الليلة دي. أنا هحاول أخلص الإجراءات بكرة على قد ما أقدر عشان ما يقعدوش أكتر من كده. طب يا جماعة بقى، إحنا ملناش لازمة أبداً نقعد هنا. إحنا نروح وهنتابع مع حضرتك على التليفون. ماشي. وهنرجع هنا بدري. كلم همزة. ماشي. يلا يا سامي. روحوا انتوا، انا حبيت معاهم شويه. طيب. عشان خاطر يا ابليس، شوف لي اي حاجه. احنا في ايه ولا في ايه؟ مش وقته خالص. مش وقته ايه؟ ده وقته. حرام عليك، انت شايف اللي انا فيه. انا مقدر الظروف اللي انت فيها، بس انت عارفه اجيب منين دلوقتي؟ وبعدين الحاجه دي بتحتاج الدفع مقدما، انت نسيتي ولا ايه؟ مقدما. ماشي. انا ما كنتش عامله حسابي. خد ده وانا هبقى اجيب لك فلوس برضه. طب خد، ردي المكالمه الاخيره. ايه فادي؟ ايه. جنب العربيه. طيب ما تقلقش، انا تمام. خلاص، بس لا مش هخش لكم، انتوا ابقوا تعالوا لي بره. سلام. اتفضل. ايه دي؟ ما حصلش حاجه؟ بالك بتبص كده ليه؟ ما فيش حاجه، ما حدش واخد باله. وبعدين ابليس ستره غطى عليكي، رغم ان الموبايل ده مش مهامي، بس انا بخدمه خلاص. معلش. طيب انا همشي. تمشي فين؟ الباسورد ايه؟ 4 7. 4 7؟ ماشي. اتكل على الله. اتكل على الله. الله العظيم، دي حاجه غريبه جدا. مبقاش في حرمه للموت ولا ايه؟ ده ايه ده؟ وحلو ده. ماشي.